جيسيكا ألبا، النجمة الجميلة اللي دخلت مجال الفن في سن صغير وأصبحت من أعلى ممثلات هوليوود أجراً وأكثرهم شهرة بسنوات قليلة. رغم جمالها الطاغي واختيارها لأدوار صعبة ومختلفة، إلا أنها تميزت على الساحة وبشكل ملحوظ. إذا كنت من عشاق جيسيكا ألبا فهي القائمة بأقوى أفلامها. بفقرة Celebrity Secrets رح نشاهد مع بعض قائمة بخمس أفلام للحسناء جيسيكا ألبا تستحق المشاهدة. خلونا نتابع. في المرتبة الخامسة سان سيتي عام 2005. إذا كان في هناك أفلام مأخوذة عن كتب الكوميكس فهذا الفيلم نقل الكوميكس بنفس شكله وتصويره وألوانه. تدور أحداث الفيلم حول عدد من الأشخاص اللي ترتبط مصائرهم مع بعض، والأحداث كلها في إحدى المدن اللي تعرف باسم مدينة الخطيئة. في المرتبة الرابعة فيلم Into the Blue لعام 2005. يدور الفيلم حول الثنائي السباحة الماهر جيرارد وحبيبته سام اللي بيحترفوا الغوص وبيسعوا للعثور على أحد الكنوز المفقودة، ولكنهم ما بيمتلكوا المال الكافي لاستخدام المعدات اللازمة، بحيث يعثر جيرارد مع فتاته على حطام سفينة تاريخية وبالقرب منها يعثر على أطنان هائلة من الكوكايين. ومن هون تبدأ المغامرات مع العصابات. في المرتبة الثالثة فيلم هاني لعام 2003. فتاة تتمنى أن تصير مصممة رقصات محترفة لأكبر المطربين والمغنيين في عالم الغناء وأيضا تصوير الفيديو كليب، وبالرغم من سخرية الجميع منها من كونها هاوية، ولكنها في النهاية تتمكن من تحقيق نجاح هائل. في المرتبة الثانية فيلم فانتاستيك فور لعام 2005. يستند هذا الفيلم على قصص الكوميكس الشهيرة اللي تدور حول أربع أبطال يمتلكوا قوة خارقة تساعدهم في الدفاع عن البلاد، وتدور أحداث الفيلم حول أربع علماء تأثروا بالإشعاعات الفضائية ليكتسبوا في النهاية قوة خارقة، بحيث جيسيكا ألبا قامت بدور شخصية سوستورم. أما في المرتبة الأولى فيلم The Eye لعام 2008، وهو من أفلام الرعب المتميزة اللي تدور حول فتاة تدعى سيدني وتقوم بإجراء عملية لزراعة قرنية ليرجع لها بصرها من جديد، ولكن بمرور الوقت تبدأ سيدني في رؤية بعض الرؤى المخيفة حول وقوع كوارث لأشخاص، لتبدأ سيدني في خوض التجربة نفسها لصاحبة القرنية وفي النهاية تسعى لحل المشكلة. جيسيكا ألبا ماري، الممثلة الأمريكية الفاتنة، ولدت من والدة فرنسية كندية وأب من جذور مكسيكية. بدأ ظهورها على التلفزيون والسينما في سن 13 سنة. كثير ما ظهرت جيسيكا في قائمة أجمل وأفضل 100 امرأة في مجلة ماكسيم، أما في موقع askmen.com فتم تصنيفها الأولى على لائحة أفضل 99 امرأة لعام 2006، فضلاً عن أكثر النساء إثارة في العالم على مجلة FHM لعام 2007.